ليه كده مش هلعب اللعبة دي؟ يا ابني والله العظيم دي ألذ لعبة. ده احنا عايزين الخطيرة منه. الناس نازلة ولا بتصوت ولا متفاجئة. النهارده معانا خروجتين، واحده ملاهي وفيديو جيم وسكيت ومتعه وترفيه، والتانيه تلج واجواء السنه الجديده ومدري شنو. وهناكل ومعانا طريقه نوفر بيها فلوس، وهيكون معانا محمود ممدوح. فيلا بينا نشوف الحوار ده. اولا طلعنا على ملاهي الملاهي وكنا عايزين ادرينالين، فدخلنا على طول على اول لعبه في وشنا وكانت المفاجاه. ايه ده بيقول لي النضاره هي هتتشقلب هتتشقلب. ما خلاص يا باشا. ايه نص ساعة فوق؟ ما خمس دقايق شقلب وقلب. قلنا نقطة بالادرينالين شوية ونبتدي بالالعاب الخفيفة خالص. الناس كلها ملمومة على اللعبة دي ليه يعني؟ اشمعنى دي؟ اللي يجيب اربعة يكسب دبدوب. اكسب بأني لون؟ البلاك بس؟ البلاك بس؟ الزرقة بقال لك الزرقة لا. اللعبة دي بقى كوبات الكولدير، اللي يعمل ايه يكسب. خد الزلك ان شاء الله. وقعهم عايزين دبدوب. اوبا ايه ده؟ طب انا هجيب. طب احنا بنلعب كوبات الكولدير دلوقتي. بنلعب كوبات الكولدير. كوبات الكولدير. كوبات الكولدير. انا بلعب كوبات. هجيبك تاني اخد الدبدوب. هجيبك تاني اخد الدبدوب. صورة صورة. والله حاضر والله حاضر. طب كوبايات. طب الدبدوب. لا لوحدي. لوحدها لو سمحت. جيت اوت جيت اوت لوحدها يا جدع. بتقول لك جيت اوت. اصبري يا بسان. جيت اوت. ها ها ما حدش يعدي الخط ده. اللي هيعدي الخط ده هنرفضه من المدرسه. انتوا مدرستي ايه؟ اه ده انا هرفع عليكم قضيه. اه عايزين نكسب البطريق ده. موافق؟ موافق كده كده. انتوا مدرسه ايه؟ جير اوت. مدرسه برايل. انتوا ماشي ولا. وريحنا شويه في الفود كورت وبعدين طلعنا على سفينه نوح. ورا ورا عشان تبقى اخف. كل لما تبقى ورا اكتر تبقى في الامان اكتر. فاحنا في الورا خالص. ثواني. انت كل لما تبقى ورا تبقى اصعب. لا 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 لا. هيغمى عليا وقول له قول له مات قول له مات. في واحد اغمى عليه هنا ممكن نوقفها. وقلنا نعلى بالادرينالين تاني ونركب الصاروخ. كمان ترفع لنفسك كمان. امال ايه؟ هيلب يور سيلف. ليه؟ اشمعنى انا؟ طب انا كنت. هي دي بتتشقلب ولا بتطلع بس على الهادي؟ هي بتطلع في ثانيه؟ طب ممكن ما تطلعش في ثانيه، طلعها بدقايق. ليه؟ كده بص الدنيا. يا رب ما تنزل بسرعه. هي صعوبتها بسهولتها. لا حلو بس حبينا نعلي اكتر. لا لا لا. واول ما نزلنا انا حصل لي شوت داون، فقلنا نقطة بالادرينالين. صور الدور. مش ده. ايه ثواني لسه ما طلعتش. على الهادي. هي المزيكا سخنتك ولا ايه؟ بس على الهادي بقى. على الهادي. يا فرا. ايه ده يا عم اقول لك على الهادي يا عم انت. فكنا عايزين نجيب سقف الادرينالين ولعبنا اخطر لعبه. اقسم بالله احنا مش قادرين بس وكان دوي. اه انا رقبتي وبطني والدنيا خربانه معانا ولا عندي برضه. لو اعرف ابص لك كنت اديتك بالقلم على وشك. انا انتزل الحته دي. هو في ايه يا اسطى؟ هو بيعمل لك ايه؟ انا مش شايف. في ايه بقى اللي بيحصل؟ انزل يا باشا. دماغي اتحشرت. هي ليه نزلت تحت؟ يا ليه؟ لا ليه بيرن الجرس؟ يا خرابي. وكان نفسنا نركب القطر بس ما كناش قطرين. عم سانتا صباح الفل. منور الدنيا يا فنان. مفيش حاجه كده ولا كده. خلص الشغل وعدى على ايدك حته ب200. حته ب200 ايه ده؟ وبعدين طلعنا على الفيديو جيم والسكيل. بقول لك ايه، عايزين نزحلق زحاليل. نمضي.
لا يا باشا ما امديش انا ببصم شغال امدي اشول امدي اشول معلش ما لقيتش بطاريه جبت وز شغال بيتابع الاجواء بالراحه لا بالراحه ايه اوعى تكون فاكرني هندي هاتها بسرعه هاتها بسرعه يلا للاطفال دي يلا اركب ادو يلا 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 ده لسه هيتعلم من الاول دي ألذ لعبه دي يلا بينا بقى تجاريني طب اه ايه معلش بيجاريني ليه بيجروا بس بيعفر عليه بالتلج بيدرافت بالتلج على مهلك يا اسطى اركب يلا بريز دلمنت ونهينا الخروجة بألعاب الفيديو جيم وبالنسبة للأسعار اشترينا التيكت عن طريق أبليكيشن وفرها ب 330 جنيه وخدنا كارت فيه 550 جنيه رصيد والخروجة التانية تلج وألعاب زحاليق فطلعنا على القطب الشمالي المصري سكي إيجيبت في مول مصر ايه الأخبار ازايك انت مساعدين سانتا كلوز تعال معانا يلا خد لك واحد لا خد لك واحد احنا مش لا 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 ما سلام عليكم عايزين اشيك حاجة على الدكتور حبيبي يا فنان عايزين بقى حاجه نتقل بالله عليك والله ملزو الله 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 هلا والله يا رنا وتنا وشنا ولعبنا كل الالعاب الله 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 لا 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 الجو ده دي اللطيفه منه ده احنا عايزين الخطيره منه انا نازل الطريق كله ماسك الخوذه هي بتحميني ولا احميها والتلج دخل في بوقي وانا بصوت هي نازله على ميلها ليه كده يا دوا احنا مستنيك بقالنا كتير قوي الله 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 يا لهوي في مزلان كده يخليك تشوف حاجه ويروح فجاه زلطك قبطه اتفشخ بالله عليك اتحشرت هوبا وسعر التيكت على ابلكيشن وفرها ب 400 بدل 500 جنيه شامل الدخول واللبس والقفازات واللوكر والهوت شوكليت وصوره تذكاريه وتقدر تلعب كل الالعاب بعدد لا محدود ونهايه اليوم طلعنا على اركان بلازا عشان نعيش الاجواء وكان هناك بوتشرز برجر البتاع بتاعت الجزارين اسمها وكان في عرضين على ابلكيشن وفرها اول عرض سندوتش كومبو من اختيارك مع كل سلو 150 جنيه بدل 215 والعرض الثاني سندوتش من اختيارك وفرايز وكل سلو وثلاثه تشيكن وينجز وصوص من اختيارك ب 200 جنيه بدل 304 وبكده يكون الفيديو خلص فا هنشوفكم الفيديو الجاي هب 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 هب